هنا اجتمع الحرفيون من شتى المدن الجزائرية لعرض أعمالهم التي توحي بحبهم وشغفهم لحرفهم، حرف توارثوها منذ القدم كالسيدة وردية، والتي تربطها مع الفخار علاقة منذ الصغر. السقي ذا سيفنا كسانا ودي وغانا نعرض فيردي بذل خدمة تغضيط السي وضغى الرحمة يجي دغيدي جنتة مسنية سقمي بذيغ الحير فياقي سيرا مرن 6 سنين 10 سنين سوق بذي القرة ذي القرة شفيق ذي القرة يوك مخدمة شو غاجي مشطح أقريت في رب ضغط الحمد لله لن يرقزنا عزيزا يطفن الشياقي أرميد بضغار ذاقي ماتشي وحدي ماتشي سلقرايا ماتشي الشطة حقية مسني أكذي يرقزنا قا عزيزا تيحار الزن أرميد نبص الساقي. عارض آخر من مدينة الورود البليدة يقدم صورة عن منطقة ما زالت عائلتها تحافظ على حرفة تقطير الورود بطرق تقليدية رغم التطور التكنولوجي. نعمل على تثمين المنتوج الغابي الجزائري فيما يخص تقطير النباتات الطبية والعطرية واستخلاص هذه الزيوت الأساسية. عندنا زيوت أساسية وعندنا زيوت نباتية، عندنا مياه مقطرة مثل ماء الورد وماء الزهر، كذلك نبدع يعني في مجالنا ونستثمر حتى في يعني كل ما هو جزائري من نباتات من أجل إبراز التراث الجزائري. فكرة المشروع تاعنا انطلقت أصلا من القطار النحاسي التقليدي. أمامكم تحفة فنية أصيلة بأصالة الجزائري في أرضه، يعود تاريخها حوالي إلى 3 قرون من التواجد، يعني مهنة الأجداد، مهنة يعني تاع جدود طورناها فقط بإمكانيات عصرية، ولكن دائما نحافظ على الطريقة التقليدية في تقطير ماء الورد، في تقطير ماء الزهر وإبرازه في أحسن حلة. من مدينة بوسعادة جاءت نسخ عن سيف ومسدس الأمير عبد القادر، ومعها جي أبي الموس البوسعادي الذي ذاع صيته في ربوع الوطن والعالم، فهو تراث عريق وعلامة جزائرية أصيلة. احنا شاركنا بالحرفة تاعنا اللي هي الموس البوسعادي، وجبنا ثاني بعض السيوف، لأن الموس البوسعادي يعتبر تراث للوطن. كاين بعض السيوف رانا خدمناهم ورجعناهم، لأن الأفلام السينمائية تحتاج هذه الأنواع، منها سيوف الأمير عبد القادر، سيوف أحمد باي، المقراني، وعندنا بعض الهدايا يتمدوا هدايا للضيوف اللي يجوا للبلاد. مثلا عندنا هذا الخنجر، نموذج لخنجر الأمير عبد القادر مصنوع من النحاس. كاين سيوف الأمير عبد القادر، مسدس الأمير عبد القادر. مثل هكذا مناسبات هي فرصة للتعريف بالحرفيين والتسويق لآخر ما ابتدعته أناملهم والتقرب من الجمهور.